عمر الشريف واسمه الأصلي ميشيل ديمتري شلهوب، مولود 10 أبريل 1932، توفي 10 يوليو 2015، هو ممثل مصري عالمي، ومن أشهر أدواره العالمية دوره في كل من دكتور زيفاجو والفتاة المرحة ولورانس العرب، وترشح الشريف لجائزة الأوسكار، كما نال 3 جوائز جولدن جلوب وجائزة سيزر. كانت بدايته في السينما عندما التقى بالمخرج يوسف شاهين الذي علم بقصة حبه للتمثيل وقدمه في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي الذي لقي الكثير من الجماهيرية. مما جعل عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائي لا يفترقان. وفي عام 1955 تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة بعد أن أعلن إسلامه. دي صور جميلة ليهم مع بعض، كانوا أشهر ثنائي، ودي الجرايد كتبت: في حضني الآن أجمل طفل في العالم. عمر الشريف يرسل برقية من تونس إلى ولده، باقة ورد من الملكة دينا إلى فاتن حمامة. أم طارق هي معبودة الشرق فاتن حمامة. إن طارق لا يتجاوز الآن 10 أيام من عمره، ولكن فاتن تقول إنه أجمل طفل في العالم. ابنهم طارق هو الابن الوحيد اللي خلفته فاتن حمامة من عمر الشريف. ده صورته لما كبر شوية، كان طفل جميل فعلا. هيطلع وحش لمين؟ الاتنين حلوين، الله يرحمه. هنا فاتن حمامة الأم بين ولديها نادية وطارق. نادية من زواج سابق، وطارق ده هو بعد ما كبر، ده ابن فاتن حمامة وعمر الشريف. هنا مع حفيده عمر وهو صغير. عمر طالع برضو وسيم جدا، ولما كبر كمان بقى وسيم أكتر. دي صور عمر حفيد عمر الشريف على نفس اسم. وبالرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على وفاة الفنان العالمي عمر الشريف والذي توفي يوم 10 يوليو 2015، إلا أنه ما زال الكثير من محبيه ومعجبيه يتساءلون عن ديانته الحقيقية وعن حالته الاجتماعية قبل وفاته. هل كان متزوجا أم أعزبا؟ وعلى الرغم من أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير حسين طنطاوي مما يدل على أنه مات مسلما، إلا أنه يوجد الكثير من الناس ما زال يشك في هذا الأمر، حيث يرى البعض أنه كان مسيحيا ومات على هذه الديانة، والبعض قال أنه يهوديا ومات على هذه الديانة. ولكي نقطع الشك باليقين في هذا الأمر، إليكم صورة من شهادة الوفاة الرسمية لعمر الشريف والتي توضح ديانته الحقيقية وحالته الاجتماعية، حيث ورد الاسم في شهادة الوفاة كالتالي: عمر الشريف يوسف ميشيل شلهوب، الديانة مسلم، الحالة الاجتماعية مطلق. ودي شهادة الوفاة: عمر الشريف يوسف ميشيل شلهوب مسلم، وهو متجوزش بعد فاتن حمام. من ناحية أخرى، في عام 2007 كتب النجم عمر الشريف قصة مسلسل تلفزيوني باسم حنان وحنين، وشهد الظهور الأول للممثل الشاب وقتها محمد رمضان. وبعد عرض المسلسل استضاف التلفزيون المصري محمد رمضان، وفوجئ باتصال تليفوني على الهواء من عمر الشريف يتحدث عنه بحماس كبير ويعلن أنه موهبة كبيرة وأن بإمكانه أن يكون أفضل منه شخصيا بكثير ومن نجوم آخرين. وبكى محمد رمضان بعد سماعه كلمات النجم العالمي عمر الشريف. وقد أشاد أيضا الفنان العالمي بالنجم أحمد زكي ووصفه بأنه أفضل وأعظم فنان في تاريخ السينما المصرية، فهو ممثل عبقري
وله رؤية وحضور، وقال: لا أبالغ إذا قلت أن أحمد زكي أحسن مني 1000 مرة. دخول الخمسينيات لم يكن هناك أشهر من لورين في هوليود، فقد شاركت كلا من كاري جراند وفرانك سيناترا فيلمين في عام 1957، وهو إنجاز كبير أيضا في حد ذاته. ولكن يمكننا أن نلقي الضوء على حياة لورين في قمة نجوميتها، ليس من خلال عدد أعمالها أو شهرتها، ولكن من خلال شخصيتها التي لم تغيرها الملايين. وهذا هو ما قاله النجم المصري العالمي عمر الشريف عندما قابلها: وتركت بداخله أثرا لا يمحى. ففي حوار له عام 1978 قال عمر الشريف أنه شارك بدور سوحاموس ملك الأرمن في فيلم سقوط الإمبراطورية الرومانية المعروض عام 1964 مع صوفيا لورين، وقال إنه قبل الدور من أجل مشاركتها ليس أكثر، حيث قضى 6 أشهر في إسبانيا. وقال عمر الشريف: كان لديها نفس لهفتي لرؤيتها، فقد كانت تريد أن تعرف الشاب العربي الذي سوف يشاركها البطولة مدة 6 شهور وهي مدة الفيلم، وشدت على يدي بحرارة عندما تعرفنا. كان لديها كما قال شغف للتعرف علي، لأنهما هما الوحيدان اللذان جاء من حوض البحر الأبيض المتوسط وسط مجموعة أغلبها من الأمريكيين. ويعلق عمر الشريف: أصبحنا أنا وهي صديقين منذ اليوم الأول. واستطرد: كان لديها أجمل عينين رأيتهما في حياتي. دول عيني صوفيا لورين، وهنا صور نادرة ليها معاه خلال الفيلم، صور جميلة. وقد كان لدى عمر الشريف تخوف من كونها مغرورة بجمالها، ولكنه بحسب ما يقول لم يلمح هذا منها نهائيا، حيث قال إنها صنعت لهم الأكل بنفسها، خاصة الأصناف الإيطالية مثل المكرونة وما إلى ذلك، وأضاف إنها لطيفة أثناء العمل، ولا تدع أحدا يشعر بأنها تلك النجمة الكبيرة التي يساوي اسمها الملايين. هذه الصداقة ظهرت بعد موت عمر الشريف، حيث نشرت صوفيا لورين صورة تجمعها بالنجم العالمي الراحل عمر الشريف على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، معلقة: عمر الشريف ارقد في سلام في السماء. ودي الصورة اللي نشرتها عمر الشريف: May you rest in peace in heaven. وهنا لقاء جمعهم بعد تقدمهم في السن، كانوا بيتكلموا طبعا عن حياتهم مع بعض وأعمالهم. ودي صور من عملهم مع بعض، اشتغلوا حوالي 6 شهور مع بعض. من ناحية أخرى، تعرفت لورين على كارلو بونتي منتج الأفلام، حيث سبق أن التقي أثناء كونه حكما في مسابقة الجمال التي اشتركت بها صوفيا لورين في 1950. كارلو بونتي، والذي ساهم في إطلاق نجومية جينا لولو بريجيدا، كما ساعد لورين في عدد من الأدوار الصغيرة. تزوجت لورين من كارلو بونتي زواجا مدنيا في العام 1966 في فرنسا، وأنجبت صوفيا وكارلو كلا من كارلو بونتي الابن وإدواردو بونتي. هنا صور نادرة ليها مع كارلو بونتي. نيجي بقى لزوجة عمر الشريف فاتن حمامة. تزوجت فاتن حمامة 3 مرات، كان الأول في عام 1947 حيث تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلال. ده عز الدين ذو الفقار زوجها الأول.
وأسس معا شركة إنتاج سينمية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة 1954، وكان هذا الفيلم سبب إطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية عليها. هنا مع عز الدين ذو الفقار زوجها الأول. وظلت منذ ذلك اليوم ولحد آخر عملها وجه القمر سنة 2000 صاحبة أعلى أجر على صعيد الفنانات. انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق عام 1954، وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف. وترجع قصة لقائها بالشريف والذي كان اسمه آنذاك ميشيل شلهوب إلى اعتراضها على مشاركة شكري سرحان البطولة معها في فيلم يوسف شاهين صراع في الوادي، وقام شاهين بعرض الدور على صديقه وزميل دراسته عمر الشريف، حيث كان الشريف زميل دراسته بكلية فيكتوريا بالإسكندرية، وكان عمر الشريف في ذلك الوقت قد تخرج من الكلية ويعمل في شركات والده بتجارة الخشب، ووافقت على الممثل الشاب. وأثناء تصوير هذا الفيلم حدث الطلاق بينها وبين زوجها عز الدين ذو الفقار. كانت مشهورة برفضها أي مشهد أو لقطة فيها قبلة، ولكن سيناريو الفيلم صراع في الوادي كان يحتوي على قبلة بين البطلين. ووسط دهشة الجميع وافقت على اللقطة، وبعد الفيلم أشهر عمر الشريف إسلامه وتزوج منها، واستمر زواجهما إلى عام 1974. هنا مع حفيده، وهنا مع فاتن حمامة. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناة أخبار النجوم.